طيب اهلا بحضراتكم، ازيكم وعاملين ايه وكله تمام؟ ممكن حتى انطلاقا مع هذا الحديث مع زميلاتي العزيزات على مساله القرار، بس عشان تبقوا فاهمين يا جماعه، الرجا الرجا الرجا، كان في زمان اغنيه اسمها التزام الهدوء. هو الرجا ايه؟ ان احنا ما نبالغش. يعني ايه؟ يعني القصه كلها معموله علشان اسعار الذهب في الداخل تهدى حبتين، ماشي؟ الشعبة دايما تقول ايه؟ تقول اصل الطلب عالي والمعروض قليل. انا في رأيي هو المعروض لا قليل ولا حاجة، بس مش مشكلة. وزي ما كنت بقول، بدليل البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي ما بتقولش انه المعروض قليل ولا حاجة، ومفيش اقبال شديد قوي كده يعني، بس ماشي. وهنا خليني اقول انه مجلس الوزراء الحقيقة مشكورا، يعني ايه، تعامل مع الموضوع بالمرونة الكافية. اللي هو طب اهو هنا أنا كمواطن راجع من بره بهداوة، لو سمحتوا خلي بالكم، احنا بنشتري الحاجة اللي احنا فعلا عايزينها، أو اللي احنا فعلا جايبينها، مثلا جايبها لابنك علشان هيتجوز، بنتك علشان نفسها في حاجة ولا محتاجة، يبقى السعر حنين حبتين على قدر الميزانية بتاعت سعادتك إلى آخره. المبالغات لا داعي منها. قرار تاني من القرارات بالغة الأهمية في وجهة نظر العبد لله، أنا دايما أشوف أنه أي قرار فيه انحياز اجتماعي يبقى رائع. ده مثلا يعني مثلا لما نيجي نقول أن احنا هنوسع مظلة التكافل والكرامة أبقى مبسوط. طيب تعال نشوف مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، ده ما بين مصر والبنك الدولي للإعمار والتنمية. طيب المشروع بيستهدف إيه؟ المشروع عشان تبقى أنت فاهم، هو بيستهدف زيادة التغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وعلشان نتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام، تعزيز عملية وصول كل الفئات لفرصة الشمول الاقتصادي. ده شيء شديد الأهمية جدا. أي حاجة فيها انحياز اجتماعية، اتساع مظلة الحماية الاجتماعية علشان نقدر نقف جنب أهالينا اللي هم ما كانوش محظوظين على الإطلاق لعشرات السنين، ده مهم. هرجع بيك تاني على قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة. طيب كمان الـ 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 الأشغال الذهبية المعدة للتداول النقدي زي الجنيه والربع جنيه والنص جنيه والكلام ده، الحلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة. طيب إزاي؟ اللي هتيجي بصحبة القادمين من الخارج. طيب معفاة من إيه؟ معفاة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا ضريبة القيمة المضافة. طب الفترة اللي هيحصل فيها هذا الإعفاء قد إيه؟ 6 شهور. يعني عمليا ما عندكش غير ضريبة القيمة المضافة، ودي تقريبا 14%. طيب ما يجيش بقى حد يقنعك ولا يدخل في دماغك ده كده هيبقى غالي ولا غالي على حاجة. بالمناسبة هو بجمركه بضريبة القيمة المضافة برضو كان أرخص حبة شويتين من اللي موجود في الداخل، لكن ماشي وإحنا متفقين الحكومة تعاملت بهذا القرار بمنتهى المرونة، فاللي فاضل هم 14% فهيقف برضو أرخص. طب القصة الهدف منها إيه؟ خلق توازن سعري، اللي هو إيه؟ نهدي أسعار الذهب حبتين. طيب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية كمان بشأن استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية. طيب هتيجي تقولي ده هيساعدنا في ايه؟ هقولك طب تعالى ناخدها واحدة واحدة. اولا ده يساهم في دعم صناعة الفضاء او تكنولوجيا الفضاء في مصر بشكل خاص، افريقيا بالقطع بشكل عام. طب ازاي؟ يعني انا النهاردة لما اشتغل على دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، مش ده هيساهم في ان احنا نحقق اهداف تنمية مستدامة بجد واجندة افريقيا 2063 بجد؟ هتيجي تقولي 63 يدينا وديك العمر، قول امين، بس انت بتتكلم على اجندة القارة، 54 دولة في قاراتنا عايز تبقى رؤيتها رايحة فين؟
أرجوك أرجوك وأنت بتفكر في هذه الأمور وعندما تناقش مثل هذه الأمور لو سمحت خليك تفكر فيها بالمنطق وما تتركش أبدا ذهنك تحت أي ظرف من الظروف. تعال نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب يمكن خلوني بس في البداية أنه واجب نعي الصديق والزميل كاتبنا الصحفي الأستاذ محمود بكري الله يرحمه. أعتقد أنه ده النعي الواجب اللي زامن علينا جميعا كزملاء مهنة وكأصدقاء لفترة طويلة جدا جدا سنين طويلة يعني. وأستاذ محمود رحمة الله عليه كان راجل لطيف هادئ ودود منتهى التهذيب مع الكل مهما كانت درجة الاختلافات في وجهات النظر أو الرأي. لزاما على الكل أن يترحم على هذا الرجل فقد كان رجل هادئ خلوق وما أظنش أنه عمره اختلق أي مشكلة ولا خناقة مع بني آدم الله يرحمه. نعت الهيئة الوطنية أيضا للصحافة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ محمود بكري رحمة الله عليه. زي يمكن حضراتكم كنتم متابعين فإنه كان في صراع تقريبا مع المرض لمدة 70 يوم و يعني لم يمهله القدر الله يرحمه. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أستاذ عبد الصادق الشربجي الحقيقة قال إنه الكاتب الصحفي محمود بكري ليه تاريخ صحفي وأدبي حافل بالعمل وبالعطاء. وطبعا تقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى شقيقه الكاتب الصحفي سيادة النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب. وهو طبعا يعني نتقدم يقول لك نعزي نفسنا لأن إحنا من أسرته الصحفية ومن أصدقائه. كذلك تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالعزاء في وفاة الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. ويمكن إذا حضراتكم يعني قد تكونوا متابعين وإذا كان في حد من مشاهدينا يعني من الأهالي فإنه لمدة 3 أيام فالعزاء موجود في بلدته بمحافظة إنا في الصعيد. ويمكن حتى أنا كنت بتكلم مع مجموعة من زملائنا وأصدقائنا إنه يعني يبقى بس عايزين نبقى نتابع مع الأستاذ مصطفى بكري إمتى يبقى العزاء اللي هيقام في القاهرة حتى نتقدم بهذا الواجب. طيب خليني هستأذنك في ان احنا ننتقل للحوار الوطني. في الحوار الوطني كان في مؤتمر صحفي كاتب الصحفي الكبير استاذ ضياء رشوان وهو المنسق العام للحوار الوطني قال انه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى الحوار الوطني صفة كي يمثل الشعب وانه هذه الصفة اتت بالطريقة اللي دعا بيها الرئيس إلى عقد هذا الحوار. أستاذ ضياء أيضا قال إنه سيتم توجيه مخرجات الحوار الوطني كلها لرئيس الجمهورية يعني هتسلك أعلى مسار دستوري لإصدار التشريعات في مصر. وأضاف أستاذ ضياء رشوان في المؤتمر الصحفي أن أطراف الحوار هي كل الأطراف اللي بتمثل الشعب المصري جمعيات أهلية أحزاب نقابات مهنية نقابات عمالية اللي كلها جت عن طريق الانتخاب. يعني مصر فيها 25 نقابة مهنية بعض النقابات يصل عدد أعضائها لمليون مواطن مليون إنسان مصري عضو في هذه النقابة بعض النقابات كلها بتضم تقريبا إجمالي أعضاء النقابات في مصر حوالي 15 مليون مهني. طيب هل كلهم شركاء في الحوار؟ أستاذ ضياء قال أيوة كلهم شركاء في الحوار. أستاذ ضياء قال إن الحوار الوطني مش مؤسسة ولا يستطيع بالمناسبة أن يملي على مؤسسة ما تفعل لكن الحوار الوطني
ويمكن ده برضو اتقال في الجلسة الافتتاحية، الحوار الوطني هو حوار ما بين ألوان طيف الشعب المصري كله، وعليه هيبقى فيه مخرجات وتوصيات، إما مقترح تشريعي، تعديل في مواد القانون، خلق قانون جديد من العدم زي قانون مكافحة التمييز، أو بعض من القرارات التنفيذية. أنا من وجهة نظري مش عارف، يعني طبعًا أنا عايز يعني إذا كان جاهزين معانا بأستاذ عماد الدين حسين يبقى معانا أستاذ عماد، طيب هايل جدًا معانا. كنت لسه أقول لكم يعني تصورات، لكن خليني أخد الأول معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريدة الشروق، أيضًا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، أستاذ عماد الدين حسين. أهلًا بيك. أهلا بيك صديقي العزيز. ربنا يخليك يا أستاذ عماد. أستاذ عماد، في إطار المؤتمر الصحفي اللي كان بيتكلم فيه النهاردة الأستاذ ضياء، وعلى مسألة التأكيد ثم التأكيد على أنه الحوار ليس مؤسسة فتملي على مؤسسات أخرى ما تفعل، وإنما له من المخرجات والتوصيات كيفما شاء وسوف ترفع لرئيس الجمهورية كمان. نعم، هذه فكرة محورية منذ بداية الحوار الوطني أو الجهد التمهيدي أو الإجرائي للحوار الوطني من حوالي سنة كاملة، أنه هذا الحوار ليس بديلاً لا للبرلمان ولا لمجلس الوزراء، بمعنى أنه لا يأخذ دور، أنه مش جهة منتخبة ممثلة للجميع، هو يعني صوت يعبر عن الشعب قدر الإمكان. مجلس الأمناء خلق نفسه بنفسه بناء على دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو يحاول أن يكون صوت للشعب أو وصل ما بين الشعب والمؤسسات الرسمية. دي نقطة مهمة، لأن الحوار الوطني لا يستطيع أن يأخذ مهمة البرلمان فيشرع لأنه ليس منتخب، ولا الحكومة لأنه مش جهة تنفيذية، وبالتالي هو يعني تكوين المجلس هو يعبر إلى حد كبير عن مختلف الأطياف اللي موجودة في الشارع المصري، وبالتالي سيحاول أن يصل إلى توافق محدد بشأن قضايا حيوية يرفعها إلى السيد الرئيس ويحولها إما إلى قرارات تنفيذية باعتباره رأس السلطة التنفيذية، أو يحيلها إلى البرلمان لتحويلها إلى تشريعات إذا وافق عليها البرلمان. طيب، هذه هي الفكرة الخاصة من أن إحنا مش مؤسسة بديلة ولا ينبغي أن نكون مؤسسة بديلة. طب أستاذ عماد، يعني لما في مرتين وموضعين قريبين جدا يذكر فيهم الأستاذ ضياء أنه الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات القائمة في الدولة، الحكومة من جهة أو البرلمان من جهة أخرى، قال الكلام ده في الجلسة الافتتاحية، وقال الكلام ده في المؤتمر الصحفي بتاعنا. فبيجي هنا السؤال، هل ده معناه أنه هناك البعض يتصور أن الحوار مؤسسة وأن له أن يملي ويضع قرارات؟ بطبيعة الحال نعم، ستتذكر هذا القول تكرر كثيرا حتى في المؤتمرات الصحفية اللي عقدها المنسق العام في بدايات الحوار، يعني بعد 3-4 جلسات ضياء رشوان قال بوضوح هذا الأمر، لأنه البعض تخوف أن يكون هذا الحوار يأخذ وظيفة جهة أو مؤسسة أو برلمان، وهو ما لا ينبغي له أن يحدث بطبيعة الحال، لأنه مرة ثانية دي مؤسسات قائمة ومنتخبة أو مؤسسات تنفيذية، فبالتالي هناك فارق كبير جدا بين وظيفة كل منهما. المجلس يناقش، يتجادل، يتوافق إلى أن يصل لتوصيات يرفعها رئيس الجمهورية. حينما تصل رئيس الجمهورية تدخل في المسارات التقليدية والطبيعية والقانونية، ومن هنا فكرة رئيس الجمهورية من حقه قانونا أن يتخذ القرارات الجمهورية التنفيذية باعتباره رأس السلطة التنفيذية، ومن حقه دستوريا أن يحيل مشروعات قوانين إلى البرلمان ليناقشها في صورة تشريعات. طيب، يمكن المذيع في حالتي اللي هو أنا، يعني في أكتر من محاورة، مقابلة، أحاديث شخصية بعيدة عن الهواء، بعيدة عن البرلمان، مع معارضة كانت أو موالاة، فكنت دائما أتحدث عن مرونة التوجهات من الجانبين، معارضة وموالاة، لكني مش في المطبخ، أستاذ عماد هو اللي في المطبخ. إلى أي مدى تشوف أن في مرونة متبادلة من الجانبين على الأقل حتى هذه اللحظة، عشان نقدر نستشرف مستقبل هذه المرونة ثم التوافق يا رب خلال الجلسات واللي هتبدأ يوم الحد؟ باعتباري حضرت تقريبا كل الجلسات الـ24
وحضرت العديد من المداولات والجلسات غير الرسمية، أستطيع أن أقول لك بيقين ثابت لو أن التوافق الذي حدث داخل مجلس الأمناء بين القوى المختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرورا بالوسط، فسوف ينجح الحوار بنسبة كبيرة جدا. هذه نقطة، لأنه مجلس الأمناء كما تعلم أخي يوسف هو خليط من أطياف سياسية مختلفة، صحيح، فيه ناس قريبة من الموالاة، ناس قريبة جدا من المعارضة، وما بينهما من وسطيين أو خبراء إذا جاز التعبير. كان البداية في الحوارات قبل حوالي سنة لما أول اجتماع حصل كان في أول سبعة، كان في تشكك وتربص وما فيش لغة سياسية موحدة ولا تفاهم. بعد آخر اجتماع كان الجميع بيتكلم بقلب رجل واحد بمنطق احنا عايزين ننجح كمجلس أمناء، احنا بذلنا جهد كبير ووقت ومجهود وتطوعا كله ده بالمناسبة عشان نعمل حاجة، وانعكس ده فرحنا جدا كمجلس أمناء ان الصورة اللي شافها الناس في الجلسة الافتتاحية في قاعة نفرتيتي في أرض المعارض مدينة نصر كانت حاجة مشرفة، صح، حاجة الصورة التي نتمنى أن تتكرر في كثير من مناحي حياتنا العامة، وبالتالي هذا مؤشر جيد. لكن هل معنى ذلك أن النجاح مطلوب؟ أتمنى ذلك وحضرتك وكل الناس يتمنى طبعا. لكن علينا أيضا أن نحن نبقى عارفين أن في صعوبات في الجدل السياسي، وبعد توقف حياة سياسية لحد ما طبيعي أنه يبقى فيه يعني جدل، اختلاف على رؤى، اختلاف على أولويات، مش اختلاف على الأسس. الأسس كلنا مصريون وكلنا نحب الوطن وكلنا نريد أن نتقدم. الذي يعني ما الذي سيحدث في النقاش العام داخل اللجان؟ ما فيش تصويت، فيه توافق، صح، وبالتالي هيبقى فيه محاولة للوصول إلى توصيات تعبر عن هذا النقاش. التوصيات المختلفة ترفع إلى السيد الرئيس ليتخذ بشأنها ما يشاء وما يرى، وربما يبقى فيه دمج ما بين هذه التوصيات هنا أو هناك. ما هو أصله لو ما كانش فيه اختلافات ما كناش بقينا عايزين نقعد في حوار وطني، لأن الكل يحمل نفس الرؤية. طب ما خلاص هنعمل حوار وطني، هنعمل إيه؟ وأنت لا تتحاور مع حبيبك أو صديقك أو من هو يقف على نفس زاويتك. صحيح، فلهذا السبب بيبقى فيه حوار وطني. طب أنا يمكن وأنا عايز أطول لحظة، معلش، أنا شايف أو أستشعر أو أرى أو أستنبط أن هناك تناغما حقيقيا ما بين الحوار الوطني وما بين لجنة العفو، لأنه لو 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 ما كانش في هذا التناغم ما كناش شفنا انه المعارضة اصبحت اكثر هدوءا في تناولها للحوار واكثر مرونة، وبالتالي يصبح الحوار بالنسبة لها اكثر جاذبية بطبيعة الحال. بص، المعارضة مش هتيجي تدي فك براءة كده او ورقة بيضاء للحكومة، هذا منطق يعني يناقض الاشياء الطبيعية. منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني في 26 إبريل 22، وتم في نفس اليوم تشكيل لجنة العفو الرئاسي، سوري مش تشكيل، إعادة تفعيل اللجنة، إعادة تفعيل اللجنة. وهذا التفعيل أدى منذ هذا اللحظة وحتى الآن إلى إطلاق حوالي 1400 محبوس. صحيح. في كل اجتماع لمجلس الأمناء كان يناشد السيد الرئيس اطلاق اكبر قدر من المحبوسين في اطار القانون، وحينما كان يتم الفرق كنا نحيي ونرحب على هذا الخط ونطلب المزيد. في كل المرات فعلنا ذلك، وانا اظن ان الحكومه والدوله والرئيس والاجهزه المعنيه كلهم في مجالي كان هناك جهد حقيقي لا ينكره الا جاحد في هذا الملف، لانه اكثر تصور حصل كان هو ده، واظن ان ده اكثر عامل مهم شجع المعارضة على الاستمرار في الحوار، وهو الذي شجع على رفض كل الدعوات التي طلبت الانسحاب أو التجديد أو ما إلى ذلك. وأنا أتذكر أستاذ عماد أنه في البداية خالص أنه كانت المطالبات بتاعة المعارضة أنه إحنا مش بنتكلم على عدد أسماء، بضع أسماء، إحنا بنتكلم على مئات حتى نستطيع أن نشعر بأن الحوار مثمر. فالنهاردة إحنا بنتكلم على أكثر من 1400، يعني ده اللي وصل لي، صح؟ صحيح. نحن نتمنى انه يبقى في تصفيه لهذا الملف كامل حتى تهدأ النفوس اولا، وحتى يتوقف هذا الورقه كما تعلم استاذ يوسف للاسف الشديد الخارج، بعض القوى المناوئه في الخارج تبتز مصر بهذه الورقه ظلما وعدوانا، تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وهي بعيده تماما عن فكره حقوق الانسان لانها تنتهكها في اماكن كثيره اخرى. وبالتالي حينما نطالب ونتمنى ونناشد
بتصفيه هذا الملف واغلاقه، ده من اجل مصر اولا، وحتى يتوقف التربص بنا ثانيا. مش بص الامور صارت واضحه، نحن لا ندخل في جدل معهم، هم ربما يكون ظروف مجتمعاتهم اعطتهم المزيد من الحريات بعد وقت طويل من الصراعات. مجتمعات العالم الثالث للاسف الشديد عانت كثيرا وفي اسباب كثيره لم تجعلها تصل لهذه المرحله، وحتى لا ندخل في المنافسات او المناقشات او الجدل ومين الاحسن ومين. احنا نتمنى ان احنا نبقى افضل ناس ولا نعطي الاخرين او هؤلاء المتربصين الفرصه ليستعملوا هذه الورقه بالظبط. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا استاذ عماد، كل الشكر للكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وايضا عضو مجلس الشيوخ وطبعا رئيس تحرير الشروق. معانا كمان على التليفون سياده النائب تيسير مطر، رئيس حزب اراده جيل ووكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ. اهلا اهلا اهلا. اهلا اهلا. ازاي حضرتك معالي النائب الغالي؟ ازاي ربنا يخليك يا تيسير بيه، ربنا يخلي حضرتك يا رب. الله يخليك يعني يا جميل يا محبوب. يا بختي والله بالكلمتين دول، يا رب يخليك يا رب. وطبعا انا كنت سعيد جدا لما تقابلنا في الـ في الـ في اليوم الاربع اللي فات في الحوار الوطني، فانا هسعد اكتر كمان لما مش بس بقى بنتكلم على التليفون، ان حضرتك تنورنا مره كده في الاستوديو ويبقى في عندنا مساحه اكتر اتساعا للكلام والحديث. سياده النائب، شرف لينا وشرف ان احنا نكون مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. العفو يا فندم. سياده النائب، على خلفيه المؤتمر الصحفي وكلام الاستاذ ضياء رشوان منسق عام الحوار، يعني الى اي مدى يرى سياده النائب تيسير مطر انه تجب علينا جميعا التحلي بالمرونه في هذا الحوار معارضه كنا او موالاه؟ انا هقول لحضرتك بكل صراحه وبكل وضوح، احنا لابد من اننا نقدم الصراحه والمرونه والهدوء والتواضع من اجل مصر ومن اجل المواطن المصري. اللي هيعمل غير كده يبقى ما بيحبش مصر ولا بيسعى لخدمه المواطن المصري ولا بيسعى لمستقبل احنا كلنا بنتمنى انه يكون مستقبل مشرق. انا بتكلم بمنتهى الوضوح ومش بقول لا معارضه ولا موالاه، احنا بنقول مصريين. الحوار المصري اطلق من سياده الرئيس في افطار الاسره المصريه، في وجود سيادتك كنت منور الافطار يا فندم، ده شرف ليا. كان الدعوه من سيادته الى كل المصريين بالتحاور والتشاور من اجل الرؤى المستقبليه. كنت سامع عماد بيه من مع مداخله حضرتك وسيادتك بتتكلم عن ملف حقوق الانسان. ملف حقوق الانسان احنا شايفين فيه تطورات رهيبه جدا، شايفين فيه اعداد كبيره جدا، شايفين حاجة كلنا متفقين على انه نخلص من موضوع الحبس الاحتياطي وانهاء القصة دي بالكامل. ولكن احنا لابد من اننا كمان يا يوسف نقول ان في خطوات ملموسة موجودة على ارض الواقع، ولا نختزل حقوق الانسان عند خروج الانسان من محبسه فقط، ولكن حقوق الانسان بمشمول اوسع، الاكل والشرب والحالة الاقتصادية والامن والامان، كل الكلام ده كله من حقوق الانسان. فانا بكل وضوح ان ما كناش كلنا هنقعد على ترابيزه واحده ونتكلم مع بعض ونبقى مستحملين بعض وما نقعدش كل شويه نقول احنا مش هنكمل، احنا اللي مش عايز يكمل يقول انا مش هكمل، والحوار الوطني هيكمل لصالح مصر لصالح الحوار والسياسه ما فيهاش انا مش هكمل. يعني السياسه ما فيهاش كده، السياسه هي محاوره وتفاوض واحيانا شد واحيانا نرخي واحيانا نبقى مرنين واحيانا نبقى صلبين، لكن لا تكن صلبا فتكسر ولا حتى لينا فتعصر. يعني المساله بالهداوه زي ما بتقال. اشكرك جدا معالي النائب. أنا مش عارف أشكرك إزاي، وشكرا جدا يا فندم على هذه المداخلة. سيادة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ. معنا أيضا على التليفون سيادة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. أهلا أهلا بمعالي المستشار. اهلا اهلا بحضرتك، ازيك؟ ازاي الصحه يا فندم؟ كله تمام؟ ازيك حضرتك؟ طبعا الامانه الفنيه اي الترس المحرك لكل هذا الحوار، ويمكن التحضيرات اللي استمرت تقريبا سنه واربع ايام تقريبا، شيء من هذا القبيل. بعد هذا الجهد يا سياده المستشار، وبعد ما او نقدر نقول باعتبار سياده المستشار رئيس امانه فنيه وموجود داخل هذا المطبخ السياسي للحوار الوطني، احنا كنا بنتكلم في انه الكل يريد انجاح هذا الحوار، تعتقد انه الكل مستعد لابداء مرونات
وعدم التشدد أكثر مما يجب ولو في بعض الأحيان؟ أهلا بحضرتك وبجمهور. السنة اللي احنا شفناها دي أنتجت هذا المشهد الحضاري في الجلسة الافتتاحية. صح. الجلسة الافتتاحية علشان تظهر بهذا الشكل وهذا التنوع دون مقاطعات، يمين يسار وسط، مجتمع مدني، نقابات مهنية، شخصيات عامة، خبراء متخصصين، وعلى رأس هذه القائمة كلها فخامة السيد الرئيس. كلمة يعني مسجلة، لا يعني كده عرفنا ايه اللي اتعمل فيها، لان كمان روح الفريق اللي نشأت ما بين اعضاء مجلس الامناء واضحة تماما. الكل دلوقتي بيعتبر الحوار حواره، المقررين وإدارة الحوار الـ 44 أيضا حريصين من مختلف الاتجاهات السياسية على أن هم ينجحوا الحوار. في النص بنشوف يعني تفاهمات كتير، ويعني أنا بعذرك في موقف وأنت بتعذرني في موقف. صحيح. لا طبعا هناك رغبة صادقة وعمل جاد على الأرض لإنجاح الحوار الوطني، وإن شاء الله يعني جلسات ابتداء من يوم الحد القادم يعني بإذن الله يعني نأمل والتوفيق من عند ربنا أنها لن تقل نجاحا عن الجلسة الافتتاحية. طيب معالي المستشار، يمكن لما أنا شخصيا كانت ملاحظتي يوم الجلسة الافتتاحية أنه الحضور مبهر، مش بس من حيث العدد ولكن من حيث الألوان السياسية من أقصى أطراف المعارضة موجودين داخل الحوار، لدرجة أن أنا فكرت مع بعض الأصدقاء والرفاق القدام أنه لا مش ممكن، حتى فلان حتى علان حتى كذا موجودين. السؤال يا معالي المستشار، يعني وليه حرصنا كل هذا الحرص على تجميع كل ألوان الطيف السياسي المصري مهما كان حجم معارضته؟ دي مجموعة 30/6، ده الشعب المصري، دي لحمة 30/6 بتعود مرة أخرى، دي تلبية دعوة السيد الرئيس الذي تكلم عن حوار وطني شامل وجامع. احنا لما بنتكلم هذا ليس حوارا فئويا، هو حوار وطني. حوار وطني يعني يجمع اليمين السلطة ويسار السلطة، يجمع التنظيمات النقابية، الشخصيات العامة، القيادات المحلية، الشباب، المرأة، كل الناس. يعني عندما يطلق السيد الرئيس دعوة بهذا الشمول وهذا العموم، فأتصور أن النتيجة المنطقية والطبيعية أن احنا نشوف هذا المنظر. طيب انطلاقا من شغلانتي يعني او مهنتي، دايما تعلمنا انه لما بنروح مثلا نشتغل في مكان ما، جورنال ما، قناه ما، بنسال السقف بتاعنا فين. فهنا اسمح لي اسال معالي المستشار محمود فوزي، سقف الحوار فين يا فندم؟ سقفنا احترام الدستور، سقفنا احترام مؤسسات الدوله، سقفنا احترام الامن القومي المصري، سقفنا السياسه الخارجيه المصريه. ما عدا ذلك فالمتحاورون مدعوون للنقاش بمفتاح وتقبل للرأي والرأي الآخر، طالما احنا راعينا هذه الأسقف التي لا أتصور أنه يختلف عليها أحد. حلو. وفي ظل هذا الإطار أو في هذه الأسقف أو هذه المظلة العامة اللي زي ما حضرتك بتقول فعلا لا يختلف عليها أحد، هل هناك أي سقف متعلق باختلافات الرؤى السياسية أو الاقتصادية إلى آخره؟ نهائي، وده مرتبط بقاعدة من القواعد اللي هيسير عليها الحوار. الحوار لن يحسم المسائل بالتصويت، إنما سيحسم المسائل بالتوافق. إن استطعنا بناء التوافق الكامل فدي يعني درجة الكمال والكمال لله وحده. إذا استطعنا أن احنا نحسم بعض المسائل بتوافق جزئي خير وبركة. إذا احنا ما توافقناش في بعض المسائل، أدينا قعدنا مع بعض وسمعنا بعض وفهمنا بعض وزاد وعينا وزاد إدراكنا لمشاكلنا. في قضايا هيبقى عليها توافق مؤكد كلي، وفي قضايا هيبقى عليها توافق جزئي، وفي قضايا ممكن ما يبقاش عليها توافق، وده برضو لا يعيب، لكن هنكون كسبنا قيمة الحوار وقيمة التفاهم وقيمة تبادل الرأي. مدى أهمية وما بين قوسين ثقيلين احتياج مصر لمثل هذا الحوار يا معالي المستشار؟
والله الدعوة للحوار في إفطار الأسرة المصرية كانت دعوة خالصة للمستقبل، لكن السيد الرئيس أشار إلى هذه النقطة في كلمة سيادته في الجلسات الافتتاحية عندما ذكر أن التحديات التي يعني تتعرض لها مصر وتتعرض لها المنطقة تحتم وتؤكد على ضرورة الحوار. هي دي يعني الحقيقة يعني صحيح. كلمات كانت مركزة جدا وعبرت عن المعنى المقصود. صحيح. الحوار عندما انطلق لم يكن، أنا أستطيع أن أنا أجزم أن أنا أقول لحضرتك أن شكل العالم كان مختلف، شكل البلد كان شكل العالم مختلف. صحيح. الأزمة الاقتصادية العالمية لم تكن تلوح بهذا الشكل، كثير من المتغيرات حصلت بعد الدعوة للحوار الوطني، لكن عندما يعني توالت الأحداث والمستجدات الدولية والإقليمية، يعني إذا كنا محتاجين الحوار الوطني إيراد فإحنا محتاجينه دلوقتي 24 إيراد. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا، أنا معايا المستشار ومش عاوز أثقل ولا أطيل على حضرتك أكتر من كده. شكرا لمعالي المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. قبل الفاصل وكما جرت العادة، أنت عارف في الكتابة كده حاجة اسمها خلاصات أو خاتمة، يعني حوار يعني حوار، حوار يعني ما فيش حاجة اسمها أنا بتقمص ولا بزعل، حوار يعني لازم كلنا نبقى رايحين عاوزين ننجح. طب عاوزين ننجح يعني نقول اه حاضر طيب على اي رؤية، يعني المعارضة تقول اه حاضر طيب على اي حاجة، او العكس الموالة تقول اه حاضر طيب على اي حاجة اطلاق، لكن ما بنلفش ظهرنا وبنمشي. ما فيش حاجة اسمها كده، يعني السياسة ما فيهاش ده واحد. اتنين، على الجانبين واعتقدها لا مجرد، مش هقول حتى نصيحة، لكن أنا داخل على 50 سنة ما بفهمش في السياسة حاجة اسمها الاستسلام للمزايدات أو الابتزاز السياسي. يعني إيه؟ يعني ما يبقاش مثلا داخل طياري أنا موالاة أو معارضة حد يبتزني سياسيا حتى انه اخد قرارات او اضع تصورات او اقوم ببعض الافعال لمجرد ارضاء اللي بيحاول يبتزني سياسيا. ده انا هنا بكلمك على الاتنين تاني، موالاة ومعارضة، لا المعارضة بس ولا الموالاة بس. السياسة لا تخضع للابتزاز على الاطلاق، والسياسة بتترفع، أنا بتكلم هنا على المتفاوضين والمتحاورين اللي عارفين يعني إيه سياسة بجد، وأنا أدعي أنه الحاضرين بإذن الله كلهم فاهمين يعني إيه سياسة مظبوط، بس زي ما تقلك كده إيه كلمة في ودنك، لحد بيلف بظهره ويمشي، ولا حد يدبدب في الأرض ويتقمص، ولا حد يقول لا أنا مش لاعب، ولا حد يخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز السياسي، ولا حد يلتفت للمزايدات. مش حاجة اسمها أنا ما بقعدش، يعني السياسة بالمناسبة ما فيش حاجة اسمها فيها أنا ما بقعدش، لا مش بقعد مع فلان، لا مش بقعد مع ترتان، هي سياسة وأنا بقولك حبني. احنا مش رايحين قعدة خطوبة، دي سياسة. وزي ما قال الحقيقة معايا المستشار، احنا بنمر بمرحلة فعلا عمليا اللي احنا فيه دلوقتي مختلف تماما عن يوم 26 ابريل 22، لم يكن احد يتصور انه تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية هتصل الى هذا المستوى، ما كناش متصورين بالتأكيد ان في حاجة زي اللي بتحصل في السودان دلوقتي، ما كناش متصورين ان الوضع الاقتصادي عالميا هيبقى بهذا الحجم. هو مين كان متصور انه تحصل هذه الانهيارات المصرفية مثلا في الولايات المتحدة، او ان معدلات التضخم تزيد وتضرب جوه اوروبا بهذا الشكل، او عندنا، يعني انا مش بقولك في اوروبا واحنا فلة يعني، لا لا. وعلي لازم نبقى كلنا عندنا وعي بانه هذه المرحله هي شديده الصعوبه. بصوا يا ساده، 23 عدت كلنا هنبقى زي الفل، وده اقرا اي تقرير سياسي اقتصادي لاكبر مؤسسات الدنيا، اكبر مؤسسات. لو احنا بنتكلم على الوضع المصري 23 عدت احنا 100 فل. فالسؤال عايزينها تعدي ولا لا؟ بس فاصل ونكمل الكلام.
اهلا 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 بحضراتكم. طيب انا من الناس اللي مؤمنه دايما بان كل حاجه سياسه يعني. لكن الحوار متقسم الى محاور ولجان وما الى ذلك. فعندنا مثلا لجنه الاسره والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني. وانا اشوف ان اللجنه دي عليها مهمه مذهله وعليها حمل تقيل جدا. معانا على التليفون دكتور ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنه الاسره والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام يا رب. يعني الملف ده بالذات ملف كبير ثقيل مهم مؤثر أيما تأثير على المجتمع المصري مما لا شك فيه. أبرز الأولويات المطروحة على أجندتكم وإحنا هنبدأ أظن الأسبوع الجاي على طول من يوم الأحد إن شاء الله. المحور المجتمعي هيبدأ أولى انعقاد جلساته هتكون يوم الخميس الموافق 18 مايو والحسن حظي أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي هتكون أول لجنة بتنعقد، وعندنا موضوع مهم جدا على رأس الموضوعات وهو موضوع الوصاية. عظيم جدا. طيب اشرح لنا أكتر في الموضوع ده. احنا في اللجنة من ضمن الخطة كنا على فكرة حاطين موضوع الوصاية. احنا مش بنتحرك وفق لإثارة الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدراما اللي كانت بتعرض في رمضان. احنا كنا حاطين موضوع الوصاية من ضمن الموضوعات اللي حيتم مناقشتها خلال الجلسات بتاعتنا، هتكون رد للواقع وطرح عدد من الحلول الخاصة بالقضية، لأن مسألة الوصاية واحدة من أهم الملفات اللي موجودة عندنا. هنريد من خلالها بحث الأثر التشريعي للقانون المعمول به حاليا، وبعد كده في مرحلة لاحقة ضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة وتمكينها من الوقوف على مصلحة أبنائها وتحقيق ما فيه صالح للأبناء. طيب بالتأكيد يعني قضية الوصاية من أولويات اللجنة حقيقي من قبل ما يطرح الموضوع الفترة الأخيرة دي، يعني من قبل ما المسألة تبقى بسبب المسلسل تحت الوصاية ورمضان والناس كلها التفت حول هذه القضية، فأنتوا كنتوا مشغولين بهذه المسألة. حقيقي خطة اللجنة احنا يعني كنا بدأنا في ان احنا نعدها من شهر 11/2022، وكان موجود الموضوع من ضمن خطة اللجنة اللي احنا سلمناها لمجلس الأمناء للحوار الوطني. طب بالتأكيد جالكم مش عارف مئات ولا آلاف من المقترحات حول مسألة الوصاية. السؤال، أبرز المقترحات اللي كانت لافتة للنظر اللي بتعتقد دكتور ريهام إن إحنا نتحرك في هذا المسار بخصوص موضوع الوصاية ولا أيوة. أنت حضرتك موضوعات أخرى؟ الوصاية أولا ثم بقية الموضوعات. والله موضوع الوصاية طبعا جالنا مشاكل زي اللي أثارت في المسلسل، إن المرأة بتكون مش قادرة يعني مش هنقول تتحكم، تقدر تتحرك في المسار الصحيح بالنسبة للورث بتاع أبنائها، يعني بمناسبة التعليم عايزة تجيب لهم حاجة خاصة بالدراسة، عايزة تجيب لهم حاجة خاصة بيهم هم. موضوع إن الجد هو اللي بيكون واصي ويقول أو لا، ده بيعيق حاجات كتير قوي في حياة الأبناء. طيب ده كده بخصوص الوصاية. طب وماذا عن بأن احنا بنتكلم على الـ 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 الأسرة والتماسك المجتمعي؟ احنا بالتأكيد لازم هنرجع على مسألة عقب الانفصال، أي بعد الطلاق ما بين الزوج والزوجة. هل في مقترحات متعلقة بضمان حقوق الأبناء في إنفاق حقيقي طبقا لدخل حقيقي من الزوج؟ لأنه في ناس كتير تتملص أو تمثل، وفي اللي بيعمل نفسه ميت زي ما بنقول كده. أنا عايزة أقول لحضرتك إن دي مشكلة 90% من السيدات اللي تم انفصالهم عن الأزواج. حضرتك قصدك ما بعد الطلاق؟ مظبوط طبعا، دي مشكلة كبيرة جدا، وعلى أثرها المحاكم مليانة قضايا النفقة. يعني إحنا عندنا أكبر مشكلة بتؤرق الأسرة هي مشكلة الطلاق، ودي برضو
محور لوحده عندنا في اللجنة، يعني على رأس الموضوعات هو موضوع الطلاق والآثار الناتجة عنه. زي ما حضرتك بتقول عدم الإنفاق ده يعني وضع صعب جدا ومتفاقم، هيكون إن شاء الله بإذن الله ليه حلول مطروحة وهيتناقش بشكل مهم جدا، ولازم إن احنا نحط له حد إن شاء الله، يا إما بشكل تشريعي يعني يحصل زي استحداث مواد أو استحداث قانون جديد سواء للأسرة أو قانون الأحوال الشخصية. احنا كل اللي يهمنا في الاخر، ما يهمناش بقى هنستحدث مواد او هنستحدث قانون من بابه، ولكن اللي يهمنا استرجاع حقوق المراه والابناء فيما بعد الطلاق. ما هو استرجاع حقوق المراه والابناء فيما بعد الطلاق اظن دكتور جهام هيحتاج اما الى تعديلات في القوانين القائمه حاليا او لا استحداث تشريع او قانون جديد من بابه. يعني انا شفت حالات للاسف بعض الاباء يبدا يتحايل، فمثلا يبدا يكتب املاك باسماء غير مش على اسمه هو، علشان لما يجي يثبت شيء امام بالظبط يبدا يحاول يتحايل في انه الدخل بتاعه، يحاول يثبت انه يصل الى عشر دخله الحقيقي وما الى ذلك، بحيث انه برضه يفضل بيخلق تحايلات وتهرب من الانفاق بشكل حقيقي وواقعي على ابنائه. مظبوط، ده اللي المفروض يطلع لنا كمخرجات ان شاء الله من خلال جلساتنا في الحوار الوطني. هتطلع زي ما قلنا قبل كده مخرجات تشريعية أو مخرجات تنفيذية أو على هيئة برامج توعوية، فده إن شاء الله بإذن الله هيكون من ضمن المخرجات الأساسي اللي هتكون يعني مخرجات الجلسات. أنا لو عليا اللي هيتحايل ويتهرب ويضرب ورق ده يتحبس بصراحة. بقى ما احنا عشان كده بقى أفضل. بنقول يا إما إن شاء الله نستحدث قانون كده من بابه من أول وجديد، يا إما لو هيحصل يعني استحداث مواد أو تعديلات لازم تكون واضحة وصريحة وقاطعة، ما فيهاش تلاعب، ما فيهاش لوعة زي ما بيقولوا يعني. صحيح، لأنه للأسف الشديد كتير جدا بيلاوع. أنا بشكرك جدا دكتور ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني. أنتوا فاكرين بهزر، أنا بتكلم بجد. يعني للأسف الشديد هو في آباء، مش بقولك بقى أزواج، آباء يقرر أو يفضل أو يظن أو بيتم التلاعب بقى بعقله ولا إيه، ما تفهمش من مين يعني. فتلاقي أنا شفت ناس بتروح إيه مثلا عنده بيت يكتبه باسم حد ويقول لك أصلا مش بتاعي، الله عشان ما حدش يحط إيد، ده دخلي، يروح مطلع أوراق تفيد إن دخله ده عشر الدخل الواقعي، وفي الآخر خلاص أجيب منين ما أنا معيش. أنا في رأيي النوع ده من الآباء هو أصلا لا يصلح أن يكون أب، وحتى انه حبسه رحمه لاولاده. والله تيجي تقول طب ما هو حبسه كده ومش هيدفع الفلوس، رحمه لاولاده يعني، لعله يرتجع في يوم من الايام ويقف قدام ضميره، بس هو يتحبس بصراحه قوي يعني. انا ده لو قررت نفسي يعني واميل الى ذلك. على كل خلونا نروح للكاتب الصحفي الاستاذ محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. اهلا بك يا استاذ محمود. مساء الخير استاذ يوسف، مساء الخير على كل المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. نكافح في سبيل الله. وماذا عن اللجان المتعلقه بحقوق الانسان وهي جزء من المحور السياسي في الحوار الوطني؟ هو في الحقيقه لجنه حقوق الانسان في الحوار الوطني عندها يعني جدول اعمال مشغول جدا، وفي قضايا كثير جدا مطروحه عليها، وربما هم بدأوا بأهم قضية وهي قضية القضاء على التمييز، وده اللي ربما يعني تم إعلانه اليوم، وكان مسار يعني حديث طويل، خاصة وإنه القضاء على التمييز دي قضية كبيرة، وربما الدولة المصرية يعني بذلت فيها جهد كبير جدا، ربما يتطلب الآن مزيدا من التشريعات، مزيدا من الأفكار، إزاي ندمج فكرة التعايش والمواطنة بين الناس ويبقى ده مسار عمل للناس كلها في مصر، ما يبقاش المسألة مقتصرة على الأراضي السياسية والتحرك من جانب الدولة، وخاصة وإنه في إنجازات تمت في هذا المجال كثيرة جدا، يمكن أبرزها إنه السيد الرئيس الآن يعني وضع تقليد رئاسي سنوي بزيارة الأقباط في الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد، وإنه بقى عندنا النهاردة قانون لبناء الكنائس، وبقى في اهتمام بالمهمشين، المناطق المهمشه سواء بالتنميه او المناطق اللي كانت مهدده بالخطر وتم نقلها في مناطق امنه، وده نوع كان اخر من التمييز بخلاف التمييز ربما
السياسيين مهتمين بيه ولا التمييز على اساس الدين. فبالتالي انت قدام يعني جهد كبير جدا قامت بيه الدوله، يحتاج انه المجتمع يسير في نفس هذا المسار بنفس الطريقه. وهنا محتاجين من السياسيين ومن الخبراء ومن الزملاء اللي موجودين في اللجنه انه طالما ابتدينا بهذا الجهد فاحنا محتاجين بقى افكار ازاي ندمجها وازاي تبقى يعني قواعد المواطنه موجوده واساس في الجمهوريه الجديده. طيب احيانا يكون التمييز ايجابيا، يعني زي بالظبط ما انه لقينا هناك تمييز ايجابي لصالح المراه مثلا في البرلمان، تمييز ايجابي لصالح الشباب في البرلمان او في المستقبل في الانتخابات بتاعت المحليات. تعتقد انه ايه هي الافكار اللازمه لتغيير نظره المجتمع على الاساس النوعي الجندر؟ انا بشوف عملنا التمييز الايجابي الحمد لله، ولكن لازال هناك جانب لا باس به على الاطلاق من هذا المجتمع ينظر نظره غير متكامله ومكتمله للمراه. يعني انا بحييك جدا على النقطه دي، لانه طالما اتكلمنا على تمييز ايجابي فهو في تمييز في اساسه مؤقت. بالظبط. مؤقت بمعنى ايه؟ مؤقت معانا انه هذه التجربه ممتده حتى يتحول المجتمع انه يتعود عليها. يعني فكره نسبه المراه طبعا ده مساله محتاجه جهد كبير جدا ومحتاجه يعني نشاط كمان من المراه نفسها، انه المراه نفسها تبقى مقنعه للدوائر الانتخابيه بتاعتها انها تنتخبها. انه ما تراهنش كتير على التمييز والكوتا انها تستمر على طول، لا احنا محتاجين انه المسائل دي تبقى مرتبطه بان الاشخاص اللي تم اختيارهم وتم تجربتهم دول يستغلوا الفرصه اللي هم موجودين فيها عشان الناس تبقى مقتنعه بيهم وبادائهم فتنتخبهم مره اخرى. فدي النقطه اللي تتعلق بمن سيتم اختياره في مساله الكوتا او التمييز الايجابي. لانه التمييز الايجابي هنا يعني زي ما قلت لحضرتك مساله مؤقته، مش محتاج ان انت تقعد بيها سنوات طويله، لكن في مجتمعاتنا محتاجينها بالفعل سنوات طويله، لانه المجتمع محتاج انه يتغير، والتغيير ده بيبقى تغيير بيحتاج كثيرا من الجهد، ومحتاج مناهج تعليميه تتغير، محتاج ممارسات اجتماعيه كمان تتغير، محتاج انه الاعلام والدراما يدي للناس افكار ويدي للناس اطروحات ويدي للناس دراما فيها التعايش ده، ازاي ممكن نتعايش مع المساله دي. انه الاحزاب كمان تدينا كوادر، وانه يطلع من المجتمع المدني كوادر، وان الكوادر دي تكون مقنعه ما تنتظرش التمييز الايجابي بتاعها. والاقناع ده بيجي من العمل والممارسه، يعني محتاجين نشوف افكار على الارض، والافكار على الارض دي محتاجين نشوف من الاحزاب ومن الناس المشاركين في المجتمع يعني المشاركين في الحوار الوطني افكار تصب في مصلحه المساله دي. بالتاكيد في تجارب كثيره، وانا يمكن من الناس اللي شايفه تجربه التحالف الوطني والجمعيات المنضويه فيها دي تجربه مهمه جدا يمكن البناء عليها، ويمكن ان احنا يعني ننظر ليها نظره اخرى، خاصه ان هي بتغذي ثقافه التطوع، وثقافه التطوع دي الاساس في العمل السياسي والاساس في اي عمل ممكن يعني اي شخص يخش فيه. احنا زمان كنا بنتكلم على ان المحليات هي المفرخه بتاعه القيادات السياسيه والقيادات اللي ممكن تدير اي او يبقى عندها خبره في التشريع وغيره انها تكون ممثله في المجالس النيابيه. في حاله انه المحليات مش موجوده هنا بنعتمد على المجتمع المدني وبنعتمد على تجاربه. فالتجربه دي والتجربه بتاعت حياه كريمه ايضا الاثنين دول اكيد هم يقدروا يدونا الناس اللي احنا بندور عليها عشان تمارس العمل السياسي سواء بقى في المحليات او في المجالس النيابيه المختلفه. صحيح. فدول اللي احنا محتاجين نركز عليهم، وانه الخبرات اللي موجوده واللي اتشافت دي ان ننور عليها والناس تهتم بيها وتشتغل معاها وتشوفها، وان يبقى ليها يعني نشاط بارز بيقدر الناس تنتخبهم على طول وما تنتظرش التمييز الايجابي. يعني التمييز الايجابي ممكن يكون عشان الثقافه الاجتماعيه محتاجينه شويه، لكن بعد كده محتاجين ان المجتمع نفسه يكون مقتنع بمرشحينه ومقتنع بالناس اللي بيروح ينتخبها، سواء بقى رجل او مرأة او شاب او غيره. اي حد ليه تمييز ايجابي محتاجين نشوفه على الارض، ومحتاجين الناس تبقى مقتنعة بيه قبل ما تفكر في الكوتا. 100% مظبوط. انا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ محمود بسيوي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. معانا كمان على تليفون بما ان احنا اتكلمنا بالمناسبه حالا مع الصديق الاستاذ محمود بسيوني على مساله المحليات اللي هي المفرخه الرئيسيه للكوادر السياسيه فيما بعد، يبقى معانا سياده النائب علاء عصام عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنه المحليات بالحوار الوطني. اهلا اهلا اهلا.
يا فندم اهلا يا معالي النائب والاعلام العظيم، ازي حضرتك؟ حبيبي ربنا يخليك يا رب. يعني نائب وحضرتك احنا اصحاب، سيبك من الكلام ده، احنا لسه كنا قاعدين من شويه من يومين وبتقول لي يا جو على الهوا، تيجي تقول لي دلوقتي؟ ده انا ببقى سعيد جدا، ده انا ببقى مبسوط بيك علاء. واحنا كنا بنتكلم على مساله الـ 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 المحليات، جت يعني في خضم حديثنا مع استاذ محمود بسيوني عضو مجلس القومي لحقوق الانسان، وكنا بنتكلم باعتبارها المفرخه الرئيسيه للكوادر التي تدخل فيما بعد ذلك في البرلمان او الحكومه او في خضم العمل السياسي. وانتوا عمليا خلاص كده في الحوار الوطني، يعني انا هعتبر ان الحوار بدا خلاص من اللجنه من اليوم الافتتاحي، مش هنبقى منتظرين بس الاسبوع الجاي. اي اول سؤال دايما هيطرح، هل موجود على اولى اجنده اولوياتكم انتخابات المحليات وقوانينها؟ يعني طبعا انا بشكرك على انك القيت الضوء على موضوع المحليات، لان الحقيقه فندم احنا بنتكلم عن تنظيم سياسي شعبي اهميته تكمن في ان اعضاء المجالس المحليه اولا دورهم الرقابي مهم جدا على المجالس التنفيذيه، نمره اتنين هم اللي قدام الناس المواطنين العاديين. انا النهارده بقى عندي مشكله في الحي او مشكله في المحافظه، مش هيبقى عندي غير اعضاء المجالس المحليه اللي عبروا عني وعن مشاكلي طبعا، لان انا مش كمواطن عادي مش عندي الصلاحيات اللي تمكنني ان انا اقابل مسؤول او اراقبه او احاسبه او حتى اعرض عليه مقترح تطوير. ما هو عضو مجلس المحلي الشعبي ده ليه دور في تطوير القرى والمدن والمراكز. الحاجه الثانيه، حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، هو ان المحليات هي المدرسه السياسيه الحقيقيه التي تؤهل الشباب الاحزاب والشباب المصري بشكل عام اللي هم خريج الجامعات. النهارده المحليات من سن 21 سنه، وده تعديل دستوري مهم جدا. وده على فكره ده التمكين بقى الحقيقي للشباب، مش ان انت تعين شاب في منصب او كده، لا، التمكين انك تديله الحق اصلا انه يترشح في الانتخابات المحليه، يدخل العالم العمل العام ويمارس الانتخابات ويشوف هو قدرته عامله ازاي، بيختبر نفسه يعني. تفتح له المجال المناخ. كان الاول الشاب هتترشح في المحليات كان ما يقلش سنه عن 30 سنه، النهارده بقى 21 سنه. علاء الصوت راح، فانا بستاذنك، اولا بعتذر لك وبستاذنك ان احنا هنعيد الاتصال بيك مره تانية. سياده النائب علاء عصام عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنه المحليات بالحوار الوطني. علاء رجع تاني كده، الصوت اتظبط. معلش الصوت اتظبط، معلش الشبكه وحشه. والله حضرتك كمان البرلمان بقى 25 سنه. الحاجه الثالثه على اجنده الحوار، نعم على اجنده الحوار، لكن الجلسات الاولى الحقيقه نزلت، يعني نشرت في صفحة الحوار الوطني. هنبدأ بمباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية، ثم هننطلق للمحليات في الجلسات التي تليها بداية من آخر مايو أو من بعد 20 مايو. الحاجة الثانية بقى اللي عاوز أكد عليها في البرنامج، إن الحوار الوطني بدأ من رمضان قبل الماضي الحقيقة، يعني أكثر من 350. أستاذ يوسف معايا؟ معاك بسمعك. أكثر من، الصوت راح تاني يا علاء. يا علاء طيب، انا يعني هحاول قدر الامكان ان انا عاوز الاول اشكرك كل الشكر ليك صديق والزميل العزيز صديق الرائع كمان نائب علاء عصام عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني. بس انا ممكن هحاول اكمل انا بدل علاء. يا سادة يا كرام، احنا بنتكلم على انه المحليات هي اولى الخطوات لممارسة العمل العام. احنا لما بننزل بالسن بتاع المجالس المحلية او حق الترشح للمجالس المحلية 21 سنة، انا هنا بتكلم على شبان وشابات بحطهم جوه اختبار حقيقي لقدراتهم على العمل العام. قد يكون بعضهم بدأ في مثلا الاتحادات الطلابية وما الى ذلك، سواء اذا كان على مستوى المدارس او على مستوى المحافظة او على مستوى الجمهورية بحالها، البعض الاخر يخش الاتحادات الطلابية بتاعة الجامعات وما الى ذلك. لكن في النهاية ده مش الاختبار الحقيقي ولا الكبير ولا الرئيسي، لان انا بتكلم على نطاق محدود محكوم بان انا جوه فئة عمرية محددة وجوه فئة تعليمية ايضا بشكل ما او شيء ما
محددة. أما لما بنزل المحليات أنا بتعامل مع كل الناس في إطار الدائرة اللي أنا نازل فيها أو في إطار الحيز اللي أنا نازل فيه الانتخابات بتاعتي، فأنا بختبر قدرتي على التعامل مع كافة الفئات، كافة الأعمار، كافة المتطلبات وما إلى ذلك في هذا النطاق. مع العمل المستمر لأكثر من سنة هنا بقى أبدأ أشوف الفرز بتاع هذا تنفيذي وهذا سياسي، هذا برلماني وهذا في الحكومة، وهذا يمكن ما تبقاش تجربته ناجحة. وخلي بالك الفرز هنا هو ملك المواطن بحق الانتخاب الحر والمباشر. فاصل ونكمل الكلام. $10,000 للطن، يعني كيلو $10 في سعر الصرف طبقا للبنك المركزي، اضرب في 30.85 اظن. معقولة والله؟ يعني ده سعره؟ انا بكلم حضرتك على سعر طن البلح المجدول المصري بتاعنا. طب ما ده ثروة. شوف، مصر فعلا بتعتبر واحدة من أكبر الدول في إنتاج التمور على مستوى العالم، بتنتج تقريبا حوالي 1,800,000 طن. طيب من بين الأصناف اللي بتنتجها مصر هو المجدول. أظن احنا بننتج نوعين مهمين جدا ومطلوبين في العالم، البرحي والمجدول، ده بخلاف الأنواع اللي احنا كنا نعرفها بتاعت زمان. دي أنواع جديدة دخلت علينا من كذا سنة، يعني مش جديدة قوي، بس خلاص أصبحت موجودة وأصبح في إقبال على زراعتها وعلى الاستثمار فيها. الزراعة بقت بتتجه نحو زراعة 1,000,000 نخلة من هذا الصنف، في رؤية انه هذا الصنف وتصديره يساهم في النمو الاقتصادي. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور عز الدين جل الله العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة. اهلا بيك يا دكتور عز. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام الحمد لله بخير، ربنا يبارك فيك. المجدول ده مطلوب للدرجات دي يا دكتور؟ طبعا، لان هو ده بيسمى ملك التمور على مستوى العالم، فطبعا ده يمكن هو اغلى صنف من التمور، وهو دلوقتي اللي بتصدر العالم في التصدير، هو صنف دجل التمور التونسي والصنف البرحي. لكن دول اكبر ثلاث اصناف او اهم ثلاث اصناف بيتم تصديرهم الى العالم، وعليهم اقبال شديد جدا. طب الحمد لله مصر دلوقتي حاليا دلوقتي زرعت بالضبط تقريبا يعني 1,400,000 نخلة من المجدول. ان شاء الله في جزء منهم دخل في الاستثمار حوالي 200,000 300,000، ان شاء الله منتظر كمان العام القادم او اللي احنا فيه ده ان شاء الله ممكن يدخل 200,000 نخلة كمان تاني، يعني كده عندنا حوالي 500,000 نخلة او 500,000 نخلة من المجدول هيدخلوا في مرحله الاستثمار ان شاء الله يمكن هذا العام. طب وهو النخلة من بداية زراعتها لحد ما تبدأ تدخل في الإنتاج بتستغرق وقت قد إيه؟ طبعا من بتاخد حوالي 4 سنين، بتدينا بشاير مثلا من 20 ل 25 ل 30 كيلو، وتبدأ تزداد تدريجيا لغاية لما توصل للإنتاج الكامل لها في السنة الثامنة أو التاسعة. وبالنسبة لصنف المجدول الإنتاجية بتاعتهم بتوصل من حوالي من 60 إلى 80 كيلو جرام للنخلة، بعكس البرحي الإنتاج بتاعه غزير، البرحي مثلا من 150 إلى 250 كيلو، ولكن مع فرق السعر مختلف جدا طبعا ما بين البرحي والمجدول. طيب ده كويس جدا. هنا بقى يجي السؤال، يعني إذا أقبل الناس على إن هم يستثمروا أراضيهم الزراعية في هذا النوع من النخيل والتمور تحديدا المجدول، هل في هذه الحال في جهاز ما أو في طريقة ما لتسويق هذا الإنتاج الزراعي، ولا هو المزارع أو صاحب المزرعة بيبدأ يعمل هو تعاقداته مع نفسه يعني عشان يصل إلى مراحل التصدير وبالتالي يعظم من الربحية، ومن ناحية تانية الدولة تستفيد بهذه الصادرات؟ أكيد طبعا، هو أولا المزارع طبعا
حاليا دلوقتي الانتاج بتاعنا زي ما قلت حضرتك كتير ازدياد. طبعا مش كل المزارعين او كل الناس هتزرع مندول، اكيد يعني مندول ليه مدى حراري او درجات حراره معينه يتم الزراعه فيها. لذلك هو يتم زراعه المندول تقريبا من اول بني سويف، من جنوب بني سويف لغايه اسوان والواحات البحريه والوادي الجديد والداخله والخارجه وسيوة والبحر الاحمر. عفوا، هذه المناطق طبعا احتياجاتها من الحراره اعلى، لكن تواجه بحري ما ينفعش، فطبعا لان طبعا احتياجاته لان الحراره عاليه مش متوفره في وجه بحري، فبالتالي مش هيجود بالجوده. بالنسبه بقى للانتاج، طبعا احنا دلوقتي المجدول نتمنى ان هو يتم عمل جمعيات تعاونيه عشان نقدر نجمع الانتاج فيها كله ونقدر بالتالي نصدر، لكن حاليا دلوقتي كل مجموعه بتصدر لوحدها، لان في كمان اشتراطات ثانيه للدول اللي هي بتاخد الثمار بتاعتك، انك انت لازم تكون واخد عندك شهادات الجلوبال جاب، شهادات الممارسات الزراعيه الجيده، لان طبعا دول لازم تشترط، لازم تكون عندك المزرعه فيها الممارسات الزراعيه الجيده وانك انت ليها اشتراطات خاصه حتى تقدر تاخد البلح بتاعك او التمر بتاعك. فبالتالي مش اي حد هيقدر يصدر الا اذا كانت الجوده بتاعت التمر بتاعتك كويسه، وفي نفس الوقت المجدول ليه اصلا ترتيب في حجم الثمار، يعني بنبدا من سمول وميديوم ولارج والاكسترا لارج طبعا، او الجامبو والاكسترا جامبو، فطبعا كل حاجه من الترتيب ده ليها سعر، يعني بيبدا مثلا عندنا من 4 دولار لغايه لما نوصل لغايه 10 دولار، وممكن تزيد عن كده لو البلحه بتاعتي مميزه في الوزن والحجم واللون، فطبعا بيزداد السعر بتاعها. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور عز، كل الشكر ليك دكتور عز الدين جد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل بوزاره الزراعه. طيب تعالى نشوف المصريين اللي كانوا في جامعات السودان، كانوا في جامعات اوكرانيا، كانوا في جامعات روسيا. هل لما بييجوا يدخلوا على طول ويندمجوا او يتم دمجهم داخل الجامعات المصريه؟ طيب بالتاكيد في اجراءات معينه وفي شروط معينه علشان اقدر اقبل هذه الاوراق. طب ايه هي الاوراق والاجراءات المطلوبه لقبول المصريين اللي كانوا في السودان، في اوكرانيا، في روسيا، وربنا يستر ما يبقاش في اي توتر في العالم تاني. معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزاره التعليم والعالي والبحث العلمي. اهلا بيك يا دكتور. تحياتي لحضرتك. ازاي الصحة يا دكتور؟ كله ولادنا بقى اللي كانوا في السودان وطبعا اللي كانوا موجودين على الأراضي الأوكرانية، لما بييجوا مصر بيعمل ايه علشان يقدر يعمل اندماج داخل العملية التعليمية المصرية؟ يعني خليني أأكد لحضرتك انه على مدار الفترة الزمنية الماضية لجان وزارة التعليم العالي لمجلس أعلى الجامعات بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية في الدولة تم دراسة هذا الموقف تفصيلا، ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتمع يوم الأحد الماضي، واليوم صدر بيان رسمي تفصيلي يوضح لكل أبنائنا العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية عن الإجراءات التنفيذية اللي هتتم إن شاء الله. أولا ابتداء من يوم السبت القادم 13/5 المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية سوف تفتح أبوابها المواقع الإلكترونية لكل طلابنا الراجعين من العائدين من الجامعات السودانية أو الروسية الأوكرانية، يتقدموا إلكترونيا ببياناتهم سواء أسماء كلياتهم وجامعاتهم وما يثبت، هتكلم بعد كده بالتفصيل عن جزئية السفر. كل هذه المعلومات الجامعة الخاصة الحقيقة بتصنفها وتجمعها وتبعثها للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة. الخطوة الثانية للمجلس الأعلى للجامعات بيفيد بالنسبة لهؤلاء الطلاب بصنفهم مجموعتين، مجموعة جامعات معتمدة سودانية وروسية وأوكرانية. الجامعة المعتمدة إذا الطالب بينتمي لجامعة معتمدة من مجلس الأعلى للجامعات مباشرة بيدخل في الإجراءات التحويل الخاصة به، إن هو المقاصة العلمية للسنة الدراسية والمواد الدراسية اللي هو انتهى الطالب من دراستها في الجامعة اللي كان بيشغل ملتحق بيه. رقم اثنين، اذا الطالب في جامعه غير معتمده في الحاله دي هيبقى في خطوه زياده، ليس فقط المقاصة العلميه ولكن ايضا الطالب هيجرى له اختبار تحديد مستوى
وده هيتم في جامعات القاهرة وعين شمس وفقا للتخصص. في الكليات المناظرة طبعا والتخصص. أوكي. التحويل كله حضرتك في التخصصات المناظرة، وغير مسموح بتحويل في تخصص غير مناظر. رقم ثلاثة، بعد إتمام عملية الامتحان بالنسبة لهؤلاء الطلاب يتحدد المستوى الدراسي اللي هيلتحقوا به. كل هؤلاء الطلاب هينتهوا بالتأكيد، لأنه بعد هذه العملية هيقدم أي أوراق ثبوتية متاحة إليه. إذا تعذر ذلك فالطالب عنده فرصة 3 أشهر للحصول على هذه الأوراق من جامعته، سواء حصل عليها ورقيا أو حصل عليها عن طريق الميل بتاع الجامعة. وهذه الأوراق معتمدة لاعتمادها في الجامعة الخاصة والأهلية اللي هيحول لها الطالب. طبعا في خصوصية لبرنامج تحديدا خاص بالطب البشري، أنا لسه حالا كنت هسأل على كده، لأن أنا أتذكر على أيامنا كان في أزمة كبرى متعلقة بعودة طلاب من كليات طب في شرق أوروبا والتحقهم بكليات الطب في مصر، فلسه كنت هسأل وماذا عن كلية الطب يا دكتور؟ ده حضرتك بالنسبة لكلية الطب تحديدا، لأن احنا بناخد في دراسة الطب في مصر حاليا بنظام 5+2، وده المعتمد في معظم الجامعات الدولية المصنفة عالميا. ايوه. بالتالي عملنا لهم نظام خاص، وده نشرناه لهم بالتفصيل في كافة الجامعات الخاصة والأهلية كيفية التعامل مع طلاب كليات الطب. بالنسبة للسنوات الأولى ده هيتم إدماجهم في البرامج الطب اللي موجودة عندنا. بالنسبة للطلبة ما بعد السنة الثالثة بالتأكيد هيكون لهم نظام تعامل خاص، وده اللي ناقشه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالتفصيل، وصدر عن أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في جزئية الطب البشري تحديدا كافة البيانات التفصيلية الخاصة بهؤلاء الطلاب. لكن بنأكد إنه يعني دي حضرتك رسالة مهمة جدا، إنه الجامعات الخاصة هي السيد الوزير تناقش مع كل الجامعات، وفي المجلس يوم الأحد الماضي أقر إن كل كلية من الكليات اللي هيوفر إليها طلاب لديها حصة فائدة ب 10% من إجمالي الطلاب اللي موجودين في الكلية، حتى نتمكن من قبول كافة الطلاب الراغبين في التحويل للدراسة بالجامعات المصرية اللي هم جايين طبعا من دول عندها ظروف استثنائية. صحيح، ممتاز. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر للدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث في العلمي. محبة الله ومحبة الوطن ومحبة الإنسان هي الأساسيات التي نشأنا عليها في الأسرة والمدرسة والكنيسة. توقيع البابا تودروس الثاني. استنونا بعد الفاصل علشان هنتكلم وهنتناقش حول كتاب البابا تودروس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن. ضيفتنا العزيزة هي الإذاعية والكاتبة الزميلة شيرين عبد الخالق صاحبة هذا الكتاب. استنونا بعد إذنكم. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية، ودون اي اطالات، اتنين مذيعين في فقره واحده تبقى صعب، فانا هقعد ساكت المره دي كتير جدا برضو علشان اسمع كتير من الزميله الرائعه الاذاعيه والكاتبه شيرين عبد الخالق صاحبه كتاب البابا تودروس الثاني سنوات من المحبه لله والوطن. منورانا. انا بشكر حضرتك جدا، واذا كانت المهمه صعبه فهي صعبه عليا انا. لا خالص، ما المذيع بقى بيبقى مذيع وما فيش ما بيجاوبش ما بين الزملاء حضرتك وبتاع والكلام ده، ما فيش كلام من ده. طيب النهارده عندنا يمكن من امبارح النهارده وبكره ويوم السبت زياره تاريخيه وشديده الاهميه من قداسه البابا تودروس للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وعليه لم نجد اجمل ولا اروع من هذا الكتاب بحيث ان احنا نناقش ولو بعض منه في اطار هذه الزياره. انا اول حاجه هسالها لك يا شيرين ومن غير ألقاب وما تقوليش أي حاجة غير يوسف بس. تمام. إيه سر انجذابك لأنك تعملي هذا الكتاب مع صاحب القداسة؟ الحقيقة ممكن ألاقي الإجابة عندك، لأنك طبعا لما قابلت قداسة البابا أكيد حسيت نفس الإحساس اللي أنا حسيته. الحقيقة أنا
معجبة جدا بشخصية قداسة البابا من اليوم الأول اللي تم اختياره فيه بالقرعة الهيكلية لأسباب كتير. بابا جديد يأتي في ظروف حالكة في منتهى الصعوبة في وقت كانت مصر فيه في عنق الزجاجة، وارتباط كبير جدا على الأقل روحيا ببابا العرب قداسة البابا شنودة طبعا. سواء من شعب الكنيسة أو من جموع المصريين أو جموع الأقباط على مستوى العالم. فكان هذا الرجل في مهمة أشبهها دائما بأنها مهمة انتحارية، فكان أمامه اختيارات كثيرة جدا، إما الانحياز إلى الكنيسة القبطية الوطنية وللوطن، أو لا قدر الله أنه يكون في فكر آخر. فأثبت قداسة البابا في كل موقف مر على مصر وفي كل موقف مر على أقباط مصر أنه رجل وطني حتى النخاع. فالحقيقة كان يعني حلم بالنسبة لي أن أنا ألتقي قداسة البابا، وتحقق الحلم من خلال حوار إذاعي مطول شرفني بيه، كان أول لقاء لقداسة البابا في الراديو. والحقيقة أنا لقيته معجب جدا بالراديو بالإذاعة المصرية، ومن هنا بقى كانت البداية. أنت بتتكلمي وقداسة البابا احنا جايبين جانب من كلمته اللي ألقاها طبعا. في الفاتيكان النهاردة، وبالمناسبة دي أول مرة البطريرك المصري او تحديدا البطريرك الكرازه المقصوديه انه يلقي كلمه داخل الفاتيكان وفي هذا اليوم وفي هذا الاجتماع، دي حاجه ما حصلتش. هي الساحه اللي احنا بنشوفها دي هي حاضره الفاتيكان، ساحه القديس بطرس، وتاريخيا يعني بيجلس فيها بابا الفاتيكان فقط ليتحدث مزبوط. الى محبيه ومريديه والمؤمنين المسيحيين من كل انحاء العالم، فدي لاول مره تاريخيا يتواجد بابا آخر. فده دلالة محبة كبيرة جدا. أنا هستغلك يا شيرين في الموضوع ده. يعني أنت الآن في موقع المذيعة بتاعة الحلقة، ولو عنيتي أو هقولك بعد إذنك علقي على هذا المشهد التاريخي اللي ما حصلش في تاريخ الكنيستين قبل كده. طبعا هو مشهد بيدعو إلى سلام العالم ومحبة العالم، بيجمع بين الباباوين الكبيرين قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وصاحب الكرسي الرسولي الوحيد في مصر وأفريقيا وشرق الأوسط، وطبعا قداسة البابا فرانسيس اللي بيقود كنيسة من بين مريديها 1.4 مليار. فلنا أن نتخيل هذا اللقاء الجميل الذي يجمعه المحبة فقط. وفي تصريحات لقداسة البابا على الصفحة الرسمية للكنيسة قال إن اليوم، وفي تصريح آخر أيضا لقداسة البابا كان تحدث فيه عن أنه لن يتم توقيع أي اتفاقيات مثلا، أو يعني أن هذه الزيارة هي زيارة محبة خالص، سلام ومحبة فقط بالزبط. في المطلق. واسمح لي حضرتك أتوقف عند مشهد الحقيقة غير متكرر اليوم. يا رب تقولي المشهد اللي في بالي. أكيد قداسة البابا فرانسيس يعني بتواضع شديد انحنى مقبلا صليب قداسة البابا توادروس، يعني في محبة وإخاء ويعني وجمال. احنا بنقول عليه يعني الصليب المصري ده بيتعمل عندنا احنا من الرهبان في الأجيرة بيعملوا. وفي حاجة لمحة جميلة قوي كان عملها برضو قداسة البابا فرانسيس في زيارته لمصر 2017. كان قبل الزيارة دي سبقها زيارة لقداسة البابا توادروس سنة 2013 بعد تولي البابوية يعني بشهور قليلة جدا، يوم 10 مايو اللي هو يوم عيد المحبة، وممكن بعد كده نوضح للناس ليه اليوم ده اختيار اليوم ده. فوقتها هو أهدى لقداسة البابا فرانسيس هذا الصليب المصري الجميل اللي مصنوع بأيدي الرهبان في الأديرة المصرية. فقداسة البابا فرانسيس بذكاء جميل وبفطرة راقية جدا لما رد الزيارة هنا في مصر كان بيرتدي هذا الصليب تقربا لجموع المصريين على اعتباره أنه هو رمزية جميلة وهدية جميلة من قداسة البابا توادروس. فالنهاردة يوم تاريخي على كل المستويات، حتى الكلمة اللي قالها قداسة البابا فرانسيس النهاردة لما دعا لشهداء الكنيسة في ليبيا الله، كانت برضو لفتة كريمة جدا من قداسته النهاردة. يمكن انت لفتت النظر لانه على يوم المحبة احنا بنتكلم على 50 سنة على هذا اليوم. ويمكن كان قبلها اكتر من 1500 سنة كنا بعاد عن بعض الكنيستين. 15 سنة فعلا. هو اللي حصل انه يعني التقارب بدأ طبعا في وقت قداسة البابا شنودة، وتحديدا يوم 10 مايو عام 1973 لما قداسته قام بزيارة مهمة جدا لقداسة البابا بولس السادس. وعلى فكرة بالمناسبة دي الفاتيكان أصدر النهاردة كتاب تاريخي
عن تاريخية العلاقة ما بين البابا بولس والبابا شنودة، وأيضا عن العلاقة ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وده حدث برضو تاريخي بالنسبة للفاتيكان. وعلى فكرة مين كاتب التقديم بقى بتاع الكتاب؟ مين؟ قداسة البابا فرانسيس وقداسة البابا توادروس. لا عايز أقول لك دلالة كمان مختلفة قوي لو سمحت لي يوسف النهاردة، يعني يوسف الحسيني وشيرين عبد الخلاق، احنا اتنين مسلمين اقباط مصريين بنتحدث بمنتهى المحبة عن بابا المصريين قداسة البابا توادروس، فده في حد ذاته له دلالة وعلامة. يعني اللقطة اللي كنا بنتكلم عليها جميلة، واجب التنويه، كملي كلامك. جميلة اللقطة، جميلة وتاريخية، وأعتقد أنه بنهاية هذا العام لو اختيرت لقطة لهذا العام قد تكون على رأس الصدر. أنا أعتقد أنه ده أكيد أو هتتصدر، يعني أنه ده أكيد أنها لازم تتصدر لقب وتحتل لقب لقطة العام فعلا يعني. بالضبط. وتيجي يوسف الحسيني وشيرين عبد الخالق الاثنين يتحدثون بكل المحبة بالضبط عن قداسة البابا، عن قداسة البابا، وده له دلالة. وفي دلالة كبيرة جدا في الكتاب لو حضرتك سمحت لي أرجع لها، يعني صحيح. إنه يعني يوم حفل توقيع الكتاب أنا كنت يعني عندي مشاعر متضاربة جدا، ففي جملة أنا قلتها وما زلت مصر عليها، إنه ليس أدل على سماحة قداسة البابا وقلبه الكبير إنه اختار امرأة مسلمة محجبة ليضع فيها ثقته لساعات طويلة جدا امتدت على مدار 4 سنوات عشان يخرج الكتاب ده للنور. شيرين، انه انا اظن ان احنا كان لازم نتخطى كل هذه الامور من بدري جدا، لان انا دايما ما بفهمش هو احنا ازاي كان ممكن ولو جانب من المجتمع او جانب ضئيل منه يقع في الفخ ده، فخ ان هناك مسلم وان هناك مسيحي داخل نفس الوطن، لانه المفترض ان احنا ما يبقاش بيعنينا مين مسلم مين مسيحي مين يهودي مين ملوش دين، يعني مش موضوعي. انا اللي موضوعي كله انه مواطن مصري على كامل مبادئ المواطنه فقط لا غير. وبعدين عايزه برضو يعني طبعا من خلال منبر حضرتك المتميز ان انا اقول انه قداسه البابا توادروس بقيمته وقامته الدينيه والكنيسه القبطيه بوضعها على مستوى العالم هو واحده من القوى الناعمه لمصر العظيمه. طبعا يعني النهارده لما نشوف ازاي بيتم استقبال قداسة البابا مع السفير محمود طلعت سفيرنا في الفاتيكان، كيف تم استقباله بالورود، ازاي اكبر رموز الكنيسة في الفاتيكان كانوا في استقباله، في برنامج حافل لزيارات ومتاحف، لان هم كمان بيستقبلوا اكبر قيادة روحية ارثوذكسية. بالضبط، بكل هذا الحب. ممكن يكون في استقبال رسمي، ده عادي ان يكون هناك استقبال رسمي، ده امر مفروغ منه طبعا، لكن ان يكون هذا الاستقبال بالورود بالحب بترتيبات كبيرة بالشكل ده. على فكرة قداسة البابا أيضا سيصلي في إيطاليا يعني قداس ضخم هيجمع يعني المسيحيين الأقباط على مستوى العالم مش في إيطاليا بس. يا بخت اللي هيحضر، ده قداس تاريخي أصله يعني. ممكن نتابعه من خلال الصفحة الرسمية المتحدث باسم الكنيسة برضو، يعني كأننا شفنا. أنت عارفة يعني حتى بحسنا المهني يعني أنا أو أنت وغيرنا من الزملاء حضور حدث طبعا عظيم زي ده ليه طعم وليه ذائقة مختلفة تماما. بس هرجعك على مسألة مش عارف أنا بشوف أنه المسيحيين المصريين مختلفين عن كل مسيحيين العالم، ده حقيقي. أنا بتكلم على المسيح الأرثوذكسي وبتكلم على المسيح الكاثوليكي وبتكلم على المسيح الإنجيلي وهكذا، أيا كانت الطائفة اللي بينتمي ليها كمسيحي أو الملل المختلفة هو مختلف لمجرد فعلا ودون أي شوفينية أنه مصري، ده حقيقي. ده زي حقيقي. المسلم المصري مختلف. أنا بنتي كانت بتدرس يعني لغاية من سنة بس كانت بتدرس في واحدة من مدارس الراهبات، فعندي قطاع عريض جدا من أمهاتهم صديقات ليا ومن البنات صديقات بنتي، يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه يعني عن الكوميونيتي ده أو عن المجتمع ده، يعني ده مجتمع جميل جميل يدرس، يعني نتمناه في كل مدارسنا والله. وأصل زمان كان دايما الإقبال الشديد جدا 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 على إلحاق الأولاد والبنات بالمدارس إنهم يخشوا المدارس بتاعت الرهبات، يقول لك بص بتتعلم وبتتربى بالظبط، أحسن تعليم أحسن تربية، ده اللي كبرنا عليه بصراحة يعني. ده حقيقي. شيرين أنا مش عارف أشكرك إزاي، مش بس على الكتاب لأنه ده هيبقى شكر متأخر حبتين يعني، لا طبعا، بس أنا هشكرك أكتر لما هتعملي لي إهداء بخط إيدك في الكتاب. حاضر.
تستفيديش الاهداء. واشكرك على تلبيه دعوتنا النهارده، نورتينا وشرفتينا. واشكرك كمان على مساعدتك ومشاركتك ليا في التعليق على زياره قداسه البابا تواضروس للفاتيكان، نورتينا حقيقي. انا بشكر حضرتك جدا وفريق العمل على الاطلاله دي يعني. ده انا اللي شكرا. وخلينا احنا الاثنين بقى نقول شكرا قداسة البابا ومنتهى الامتنان حضرتك وجهتنا المشرفة في مصر وخارج مصر بكل الوطنية وكل المحبة لهذا الوطن. مما لا شك فيه بشكرك مرة تانية، وربنا يرجع لنا قداسة البابا تواضروس الثاني بالسلامة بإذن الله بعد زيارته لروما والفاتيكان. كل الشكر للزميلة الإذاعية والكاتبة شيرين عبد الخالق صاحبة كتاب البابا تواضروس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن. هو كل الناس بتحب الوطن، احنا مش مختلفين، بس حبوه زيادة حبتين ما يجراش حاجة. خلصت الحلقة لحد كده، لو كان لنا العمر إن شاء الله. استنى الأول، كريم رمزي هيبقى داخل حلقة وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كان لنا العمر إن شاء الله نقابلكم يوم السبت الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.